مش مصدقة انك سامحتيني يا مدام. شقيتي وتعبتي ولا لأ؟ حصل. اتعلمتي ان اللي يطلع اسراري بره ملوش مكان عندي؟ يا مدام انا ما طلعتش اسرارك، ده الواد كان بيسألني على حد. تاني؟ تاني يا ليلى انت ما بتحرميش؟ والنعم انا اسفة، خلاص من هنا ورايح انا عامية وخرسة وطرشة. برافو، هو ده النوع اللي انا بحبه. انا مش قلت يا جوز رنت البدو قدام البيت لما يطلع تنشوه؟ حصل يا ريس، بس انا قلت انا والمعلم صغيرين يعني نخلص وخلصنا الحمد لله. ما بفهمش حاجه، ما بنص لسان ده وخلصت يا اخويا. الزبادي لحس مخك والله، حرفتك انتوا الاثنين اللي قبل تطفحوه يا ريس. يعني الليله دي ايه؟ راس مين اللي هتطير الليله دي؟ لما نشوف. أهم حاجة ما تبقاش راسي، كل واحد فيكم انتوا التاني يبقى على حتة يا معلم لحد ما الغمة تنزاح، ربنا يسترها علينا. يلا انت هو يا ماشي، قوم يلا يا معلم، قوم يلا. أنا أصلا عايز أمشي يا معلم. يلا يا ماشي يلا. سامية مش ماشي أحسن سايح. سامية السلام عليك يا حسيب. عايزه ايه يا كمالي؟ عايزاكي تستري عليا يا اختي. خش خش. دخلت العافيه وما خرجت منك ابدا يا حبيبتي. ايه؟ ايه اللي حصل يا كمالي؟ حصل ان انا اتفضحت ومحدش هيلحقني غيرك يا حسيب. علاجك عندي. خد اضربي دي واهدي كده واحكي لي ليلى عملت معاكي ايه. اضرب ايه ونيلت ايه؟ انا ماليش في الزفت ده. اسمعي يا حسيب. أنا محوشة 4500 جنيه، حدهم لك، بس تخلصيني من الورطة اللي أنا فيها دي يا بوس رجلي. أمورك كمان. ما تشتغلنيش يا روق، بدل ما هشتغل في وشك. أنا بعد ما كديت، أنت خرجت منها إزاي؟ ما انتبهتني وخلعتها معلم صهيوني. مالكش دعوة بأم أنا وفكك مني. أنت سابك ليه؟ سابني كده. قال هتقول على كل حاجة ولا إيه؟ فقلت اللي هو ايه؟ 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 خلي بالك انا خطوتي نقعد عند المعلم شعبان. لا يا معلم صهيوني، بلاش المعلم شعبان والنبي. ده قدوتي ولا ايه؟ انا اللي هو حبيبك. وبعدين انا معلم صهيوني وانا اي حد كده هقول له على اي حاجه، انت غريب عننا يعني. وكمان انا معلم صهيوني كل يوم بشوف راس النملور في الكابوس. والله انا حاسس ان انا شايفها دلوقتي. وعشان خاطري يعني معلم، بلاش المعلم شعبان ولا لا. ماشي. ها؟ عشان كوبايه الشاي بتاعتك ما اسمعش حسك. تمام. انا ممكن الله احيانا عشان عايز انام. اذنك معاك يا اخويا. اهو. مع السلامه. ماشي. اقول لك ايه بس؟ يا بت 4000 ايه وخارة على دماغك؟ انا عايزك كده تكبري بقى بدل الشغل الملاليمي ده. انا كنت هعملها من الروح، بس قلت برضه اخد رايك اخويا قبل ما اعمل اي حاجه. الشاي يا شعبان منوره يا حسيبه. يا نورك يا ساميه. طب بقول لك يا ساميه، في بقين هيتفوا ومش عايزك ايه تبقي موجوده وهما بيتفوا. زق عجلك. طب يا حبيبي اشرب انت الشاي بقى. ماشي. بقول لك ايه؟ ايوه. انت هتفضل قاعد هنا على طول؟ ايه؟ هتفضل قاعد هنا على طول؟ بقول لك ايه بقى، فكك بقى من الحوارات دي. هتعملي ايه بقى في الحوار بتاع الوضع اشرف؟ Thank you.
الفل يا استاذ اسلم. صباح النور. يلا كده اطلع زي الحلو. يلا حضرتك كده وش هيتعور هيتعور. ان شاء الله ان شاء الله ما تقطعش بس. طب استنى اجيب المفاتيح. ان شاء الله. بالراحه. طيب حاضر حاضر. حضرتك قاعد من بدري ولا ايه؟ انا اول مره اشوف حضرتك هنا في الحته. لا انا شربت الشاي ما تقلقش. طيب حاضر. طب اشوف مش شايف الكونتك. اتفضل كده بص على الكونتك. اتفضل. اهو بالراحه بالراحه هيتعور هيتعور. اعمل لك كمل. ويواصل سهم مجموعة البيار انهياره السريع في أعقاب الاختفاء غير المفهوم لرئيس مجلس إدارتها إبراهيم الجيار والتي تعدى 15 يوم. أما بورصة طوكيو على فكرة يا بيبي دي مش نهاية العالم. في فرق كبير إنك تركبي أسانسير يطلع بيك لغاية فوق إنك تطلع السلم درجة درجة. ايوه بس we're still young واكيد هيجي لنا فرص تانية ويمكن احسن من دي كمان. انت فاكره اللي حصل لي مع ابراهيم الجيار ده فرصه؟ ده حلم. حلم انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن احلمه اصلا. بس اختفاء ابراهيم مش معناه ان المجموعه هتتفك. طب ايه رايك ان انا اول امبارح رحت عشان اقبض؟ ما رضيش حد يقبض. تفكك. تعالى نتفرج على فيلم حلو. الرضا والسماحه يا باشا. قلبك جامد يا شعبان انك تيجي لغايه هنا. وانا لو ما جيتش لسعادتك لحد هنا انت اللي هتجيلي. اتفضل يا باشا. ده راس مين المره دي؟ راس هنا. شوف سعادتك ده كل ما امتلك في الدنيا. برادس، عقود اراضي، شقق، كل حاجه. يعني عارف انك غلطه. هو انا استاجري اصلا اغلط في سعادتك؟ العين تقلع على الحاجب. دول لا مؤاخذه اتنين هوتي من صبياني. لا دول ما يهمونيش. انا عايز اعرف مين اللي وراه. تديني الامان. يبقى انا كده براءه الجيار. ابراهيم الجيار. معلش معلش ادخل بعد. لا قدام شويه. انت يلا حبيبي انزل. معلش عايز تاخدني فين بس فهمني انا عايز اروح فين. معلش هنتمشى شويه مع بعض. ممكن تمشي بلاش لفخه يا باشا. انا مش فاهم حاجه من كلامك اصلا. مش مهم تفهم يا سيد. انت بتتمشى عليا. يلا حبيبي. طب العربيه مفتوحه. معلش هم هيغطوها. حد ياخد العربيه. تحب نخللها لك؟ قبلت ايه يا باشا؟ فلوسك ما تلزمنيش. يعني ايه يا باشا؟ عايز نسامحك؟ انا مش طالب غير السماح ونرجع زي زمان نعمل شغل سوا. وانا مسامحك بس عايزك تعمل لي شغلانه الاول. اعتبر راسه قدامك. نبيله طنطاوي. ما يقدر على القدره اللي ربنا. لا خد حاجتها. ده جانب وحواديت وحراسات يابا. ومين قال لك ان انا عايز راسها؟ انا عايزها سليمه بس بره الفيلا بتاعتها. لا دي سهله. خلي حد يقطرها لك واول ما تظهر نبلغك. وفي حاجه كمان عايزك تجيب لي الرامي. يا ستار يا رب. جوز مدام درمان. هنجيبهولك. خش بلكلك اليمين. يا باشا وشي والله وش هيبوظ. مش مهم وشي. يا باشا هتعلم في وشي. المهم تتعلم. مش هعرف امشي يا باشا. اه يا طيب والله. انت فاكر نفسك هتعمل عنتك وتهرب مني؟ يا نهار اسود. عامله ايه يا ست انتي؟ يعملوها ويخيلوا منك ليه لازم ما ضحكت عليا بس. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. بص يا مستر هما كلمتين يابا ابرك من عشر. الراجل ده معاه ورقتين هتمضي عليهم وتتكل على الله. هتزمزق يابا هتتضرب وفي الاخر برضه هتمضي. ورقتين ايه سعادتك؟ ورقتين عرسي وهتتجوزني.
مبلوكة مستر. بس يا عم ألو. أيوة يا طنط، رامي فين؟ قولي له اللي ليل عارف إنه هو اللي خد الدهب وليه مش هيسيبه. قولي له رجعه لو خايف على نفسه. أو لسه جواه حاجة من ناحيتي. هلا هوديكي في داهية، مش هسيبك. فاكرها سايبة ولا إيه؟ أنا كنت أقدر أخليني مدوك على وصل أمانة ب 100,000 جنيه. أمانة؟ كمان؟ طلع أخرب بيتك. إيه وأنا كنت عملت إيه يعني؟ ده أنا اتجوزت. كده استنى بس، استنى. يا نهار أسود. يا نهار أسود. إيه في إيه؟ خدوا العربية. ضاع عمري. ضاع عمري راح. العربية. حادث انتحار موسف أودى بحياة شاب حاصل على ماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية. لا إله إلا الله. 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 كسروه كسروه هو لسعود أخضر يا ابني. لا إله إلا الله. أنا السلام يا عبد الحميد. أنا اللي عملت فيك كده. لا إله إلا الله. بس ده مش اللي اتفقنا عليه يا حسيب. بقول لك يا كمالي، احنا اتفقنا نمضولك على ورقتنا العرفي وده حصل. اكتر من كده ما خصكيش. يعني انا احط وشي في وشه ازاي وهو تهمني ان انا موالسه معاكم في سرقه العربيه؟ اهو موضوع العربيه ده انا ماليش فيه، عايزها يكلم المعلم شعبان. طب اقول له انا؟ لا، واطلعي انت براها يا كمالي، قولي له روح للمعلم الشاليه. 25,000 جنيه ايه بس يا سياده المعلم؟ دي العربيه بالقسط وانا بسدد قسطها وخدت فلوس كتيره جدا في الميكانيكا اللي جواها عشان تتصلح. ده راجل خرق ومش تمام. عارف انا عشان حقاني كان ممكن اخد منك 15، بس العشرة زياده دول تاديب على اللي عملته مع كاميلي. والله يا سياده المعلم ما عملش معايا حاجه. انا ما اعرفش. مات الكلام. تدفع ال 25 تاخد العربيه، مفيش تاخدها بقى قطع غيار وروح الله يحن عليك بدل ما تهب عليك. روح يلا. كان حيطير الحجرين. يا نهار اسود، انت جننت يا اشرف؟ عايزني ابيع دهبي؟ ما انا لو ما خدتش الفلوس دي العربيه هتضيع علينا. ما تضيع ولا تغور في 60 داهيه. العربيه دي مش نافعه في اي حاجه. والله العظيم يا وفاء، والله العظيم لما اخد مكافاه نهايه السنه هجيب لك بقى دهب احلى واشيك كتير. ولا تجيب لي ولا اجيب لك. انا مش هبيع دهبي يا اشرف، وده اخر كلام عندي. البيعي دهبك. ايوه يا شعبان. رامي هبق على النهضه. في اخر النهضه بقى في بلوكات مساكن لا فيها لا كهرباء ولا ميه. قاعد هناك عند جماعه عربان كده، عندهم بقى خيرات ربنا، مخدرات بقى على برشام وكل مستلزمات الاسر. لا قاعد عند كبيرهم هناك اسمه رزق،
تمام تمام جري يا رامي بيه، انت كل ما تسمع ضرب نار هتتفزع كده ولا ايه؟ يا عم اخته قالت انه هيجيلي يا عم. هنا؟ ازاي؟ انت فاكر ان الوصول لهنا سهل؟ ده يتقطع قبل ما يوصل باب الخير. ايه؟ قلتلك ايه؟ عايزه ايه؟ ايه ده؟ وانت على طول خايف كده؟ عملت ايه في موضوع العربيه؟ هو فارق معاك يعني؟ انت خلاص بقيت جوزي. يعني اللي هيسألك هيسأل. هاخد قرض بضمان المرتب. والقرض ده هيكفي تدفع الفد؟ حسني في الباقي من اخويا. طب خد دول. ايه دول؟ دول 4650 جنيه. تمن غويشه كنت شايلاها للزمن. ولما تيجي رايح لشعبان باخدني معاك، انا ليا كلام معاه يمكن يشيل حاجه. نهارك زي الفل، بس بروح بيتك بدري النهارده، بالليل برد قوي. يا ليل ما ردتش عليا، مات؟ أنا بجد مش قادر أفهمك، ده ولا حاجة. طول عمرك بتكرهه من غير سبب. مش حقيقي الكلام ده على فكرة. بس مكانش لازم تموته. ما ماتش يا نارمان، ما ماتش، مع إنه كان لازم يموت. أنا متشكرة لك يا ليل، متشكرة أوي أوي أوي. ايه اخبار البورصه؟ لمينا تقريبا 60% من الاسهم الموجوده في السوق. 60 بس؟ ليه؟ بمجرد ظهور سعادتك تاني السهم هيضرب والسعر هيولع. انا سالتك سؤال وانت ما رديتيش. في حد بيلم قصادنا سعادتك. نبيله؟ غالبا كده، مشترين صغيرين من اماكن كتيره بيشتغلوا لحسابها. يعني العب اللعبه دي كلها وفي الاخر هي تستفيد. الدنيا دي ما فيهاش اي عدل. طيب قبل اللي جاي بقى يا بلبل، هي اللي جابته لروحها صح؟ صح يا باشا. الضعيف ملوش مكان في الزمان ده يا رنا، هي الدنيا كده. انت مش حاسس ان ضميرك وجعك؟ يوجعني ويوجعني ليه؟ هو انا اللي قلت له ارمي نفسك في النيل؟ ما هو اللي عبيط في دماغه ونط بمزاجه.
انا قايمه. استني بس، رايحه فين؟ قايمه فين يا بنتي؟ طب براحتك. بالراحة يا حبيبي، بالراحة. اه يا حبيبي، اسم الله عليك، اسم الله عليك. معلش يا حبيبي، معلش، انا عارفه انك بتتألم يا ابني. انت كده احسن؟ الحمد لله يا حبيبي. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش كفايه اللي اخوكي عمله في ابني؟ انت عايزه تعملي فيه ايه تاني؟ عايزين تموتوه؟ خلاص يا ماما، سيبيها. أنا المدرس بتاعك الجديد، وادي مفتاح العربية اهو. زي ما أنت شايف إن إحنا في حتة مقطوعة، تقدر تاخد العربية وتسيبني هنا لوحدي. ها، قلت إيه؟ فكني. طبعًا. أنت عايز إيه؟ بعلمك. القوي في الأقوى منه. لو افتريت على حد هتلاقي اللي يفتري عليه. أنا ما افتريتش على حد. كذاب. عبد الحميد السكري، بص، أنا ممكن أقعد أضرب فيك لحد ما أخليك ما تنفعش خالص، أو أقتلك وأدفنك هنا ولا حد يعرف لك طريق. أنا ما عملتلوش حاجة، صدقني. هو اللي انتحر عشان فشل يتعين. كلنا فشلنا لما عبد الحميد ما تعينش. أنا مال أنا؟ هو أنا اللي ما عينتوش؟ بس أنت كنت الحاجة اللي أكدت على جبروت الفساد والمحسوبية. أنا آسف. طب انا غلطت، بس سيبني. اتفضل يا باشا، دول كل قدرت الامهم يا باشا. كم دول؟ 23,600 جنيه. لا، خدوهم بقى واتكلوا على الله. انت بتعمل كده يا معلم عشان هو صلح غلطته واتجوزني؟ والله ما اقدر الم مالين فوقهم يا باشا. اللي معهوش ما يلزموش اخويا. ده احنا جيران يا معلم شعبان، وطول عمرك امك حبيبه الله يرحمها. الله يرحمها يا اختي. واسال حسيبه لما كنت في السجن والدنيا كلها قامت عليها، مين اكتر واحده وقفت معاها؟ كاميليا، انت بتسحبي كهربا كتير. خلاص يا معلم، مش هسحب، بس والنبي خد الفلوس بقى. الله يرحمك يا ام، خلاص بيهم. والعربيه؟ العربيه ساعتين زمن هتلاقيها قدام محل رمضان. محل رمضان ده فين ساعتك؟ ميليا، خلاص خلاص يا مستر اشرف، انا عارفه. تشكر تشكر يا معلم شعبان. الشاي ايه؟ مش هتشربوا الشاي ولا ايه؟ نشربه يوم الفرح لما يرجع نمرود. اما وليه سو اروقه. الا قولي لي بقى، ايه الفلوس دي كلها؟ لا استنى مني الاشاره. سو دايما بتذليني باخوكي. انت عايش بسببي. عمل فيا اللي اكتر من الموت. وفي اللي اكتر من الموت؟ في ايه اللي كسرني وذلني؟ انت عارف انا مين؟ اسمك سابقك، ما تقابلناش، بس انا عارفك زين. انت راجل شيخ عرب، فعشان لما تحمي حد وتساعده يطلع عيل واطي سارق اهله. الغلط مردود. طلباتك ايه؟ يلزمني الواد ده. ولو جبت لك الذهب، حجي محفوظ. محفوظ فوت قدامي. غلطت وغلطتني معاك. اه يا ابن الكلب. اه، عايزه حته واحده ولا كل حته لوحديها؟ ايه رايك؟ هرجع لك الذهب يا ليل، بس سيبني أعيش. ورحمة أمك سيبني أعيش يا ليلى. طب وما فكرتش فيا لما خليتهم يعلقوني زي الدبيحة؟ ولا كنت فاكر إنه ليل هيطبطب عليك؟ فلوسكو دي فلوس حرام، من دم الناس اللي أخوكي قتلهم. هو أنت بقى اللي شريف؟ أنت مجرد حرامي صغير وفاشل.
حتى في السرقة. هو انتوا مش خدتوا حاجتكم كلها؟ عايزة تاني؟ انا عايزة اقولك لو قربت مني تاني هتموت. تعالي بس اوكي اسمحي لي بالرقصه دي. اوكي خير. ايه اللي حصل؟ انت مش كنت مكتئب؟ ابراهيم الجيار ظهر وطلبني، رجعنا تاني. انت اللي رجعت تاني؟ هو احنا مش كنا خلصنا من ابراهيم ده؟ مش قادر افهم انت ليه كره الراجل ده. عشان بيبص لي، عشان عايزني. لا بجد موهومه والله. ابراهيم الجيار يبص لك انت؟ اه يبص لي انا؟ حظي الزفت خلاه يبص لي، اعمل ايه بقى؟ نانسي خلصنا بجد، ابوس ايدك. ممكن بقى تساعديني احضر الشنطه عشان لو عايزني لازم اروح له؟ انا مش هاجي معاك. هو ما طلبش انك تيجي اصلا. ما تشيل الوهم ده من دماغك بقى. هو انت ما بتغيرش عليا؟ مش متضايق ان في راجل تاني بيبص لمراتك؟ قصدك ايه؟ ان انا مش راجل؟ اللي يعمل كده ما يبقاش راجل. أنا نبيل. الحقيقة كنت عايزة أبارك لك على البراءة في قضية قتل مراتك. أنت جبتي تليفون أنجي منين؟ المرة اللي فاتت إحنا ملحقناش نخلص كلامنا. بصراحة ما كنتش متخيل إن أنت عيان بجد. استنى بس، استنى. ازيك يا ليلي؟